كشف مقطع فيديو متداول عن كيفية التي كانت معتمدة لتسليم شهادات طلاب المرحلة الابتدائية في الماضي، حيث تبين قيام المعلم بذكر اسم الطالب وتقديره وترتيبه بين زملائه في الصف، وذكر عدد من معاصري هذه المرحلة أن نتائج الصف السادس الابتدائي تعلن في الإذاعة، ثم تعلن نتائج المرحلة المتوسطة والثانوية في الجرائد. من جهته قال الأخصائي النفسي فهد بن بداح الصخابرة أنه من أهم عوامل التحفيز وتشجيع الطالب أمام زملائه والتصفيق له وإعلان نجاحه وتقديره وترتيبه أمام زملائه، لأن زملائه الطلاب هم من عاشوا معه طوال هذه السنة. أهل الأول يا فل يا كادي يا كمال، يا أهل الأدب والذوق وعشت وبقيت ونجمل، يا أهل الطيبة والرقة والهرجة المترتبة الدقة، ورب البيت وحشتوني من التاجر إلى السقا. أهل الأول يا فل يا كادي يا كمال، يا أهل الأدب والذوق وعشت وبقيت ومجمل، يا أهل الطيبة والرقة والهرجة المترتبة الدقة. للحديث بشكل أوسع عن هذا الموضوع يسرني أن يكون معي هنا في الاستوديو الدكتور محمد العامري، وهو المستشار التعليمي والتربوي. دكتور مساء الخير، حياك الله في الرصد من جديد. الله يجزيك كل خير انت وجميع المشاهدين الكرام. شفت المقطع دكتور؟ نعم. يعني زمن اول ها، ونتحدث عن تسليم الشهادات امام الطلاب، التكريم والتقدير، يعني لحظه الاعلان كانها مسابقه وتم الفوز فيها. كيف تشوف هذه الطريقه ايضا والمتغيرات حتى اليوم نتحدث عن رقمنه الشهادات وصارت توصل عن طريق الاونلاين؟ تفضل. هو السؤال انه ليش احنا لما شفنا المقطع هذا على طول مباشره استثارت داخلنا مشاعر؟ اكيد ان المقطع ذا اثار في داخلنا شجون داخليه، ذكريات عندنا موجودة، أحداث حصلت عندنا في حياتنا. إحنا ما شفنا، ما رجعنا لنفس المدرسة القديمة، لكن شعرنا بأن انتقلنا شعوريا كلنا لنفس اللحظة. إذاك الإحساس، الكلمات، الأداء، الصورة، المشهد، الاحتفالية بنفسها شعرتنا بشيء معين. ولذلك إحنا نتكلم عن عمق صناعة الذكريات الموجودة في عقل الطالب. هل نحن نجيدها؟ هل نحن نهتم بها؟ النجاح اليوم مع الاختبارات، إحنا بالاختبارات عايشنا الطلاب أزمة. طيب الآن مع نهاية الاختبارات، هل أشعرنا الطلاب بأنه هذه الأزمة انتهت بتحصيل دراسي ويعني حالة من الإنجاز؟ نعم، هذه هي النقطة الأهم يعني دكتور، أنه صناعة اللحظة. نعم. إضافة إلى الجهد المادي في استلام الشهادات. طيب دكتور، نعم. خليني أسألك شخصيا، أنت لحقت طبعا على الصور اللي قبل الفيديو اللي يمكن كانوا تسليم الشهادات، ولما كانت حتى تعلن يمكن في الجرائد، تذكر ذيك اللحظات والتقدير أيضا أمام الطلاب سواء في من كانوا من الأوائل؟ بلا شك انت الان تكشف اني شايب. على الصور بنحاول نحدد دكتور. انا اذكر حتى كانت ليله لما تنزل الاعلانات في الجريده، تنزل كان الاسماء في الجريده، وكنا نروح من قبل الفجر عشان كيف منطقتنا كانت تجي الجرائد عن طريق الطياره، نروح قبل الفجر المطار ونروح نستقبل يعني جريده وناخذ الجريده ونطير فرحانين عشان نبلغ اهالينا انه الاسم موجود. كانت اسماء الجميع موجوده، المتفوق وغير المتفوق. غير المتفوق موجود. لكن اليوم نفسه، في نفس اليوم بعد ما تطلع الاسماء في نفس اليوم بالظهر كذا نعرف الدرجات ونعرف التقدير ويحصل عندنا فرح كبير. لكن كان اجمل لحظه هي بعد صدور الشهادات، عندما ندخل المدرسه ونقابل معلمينا، كنا نشتري معنا يعني عصير، نشتري معنا كيك ودير المعلمين، وكانت الكلمات الجميله اللي تنقلنا من معلمينا تبقى في الاثر، سواء كنت متميز او غير متميز كنت تحصل على كلمات تبقى في عقلك في ذاكرتك. الوالدين كانوا يعطونا كلمات تشعرنا بالانجاز، هذا الشعور بالانجاز يجعل حتى المتدني عنده رغبه في السنه الجايه يحسن. جيد، هذا الدور في اعاده صناعه هذا الشعور، حتى لو كانت الانظمه مثلا تتجه الى الرقمنه وايضا الاتجاه العالمي في النهايه، يعني احنا نتحدث عن تطور، لكن تظل اللحظه العاطفيه والشعوريه يمكن صناعتها حتى الان، هذا الدور يقع على عاتق من دكتور؟ يقع على عاتق كل المتفاعلين مع اللحظه، سواء كان الوالدين، سواء كان المدرسه، سواء كان الطالب نفسه، هي شعورنا باللحظه. اللحظه ليست شيء ماضي، اللحظه هي شيء نصنعه الان، لكنها تمثل امرين، تمثل مستقبل جديد محفز، مستقبل ماضي نحن نتذكره. الماضي هذا عبارة عن مخزن فيه مشاعر جميلة ممكن نعود لها جميعا وتساعدنا على عملية التحفيز. ولذلك هو يقع على الطالب نفسه، شعور الطالب أثناء اهتمامه دافعيته، يقع على المعلم، مدى قدرة المعلم وهيبة المعلم وكلماته المحفزة، يقع على الوالدين، يقع على وسائل الإعلام،
يقع على المجتمع بشكل كامل. كلنا كيف نستطيع أن نصنع للطلابنا أبنائنا يمثلون اليوم 3% من واقعنا لكنهم مستقبل، كيف نصنع لهم ذكرى جميلة في هذه المناسبة؟ جيد، تذهب مع الاتجاه أنه يكون إعلان نتائج أمام جميع الطلاب حتى يكون هناك حافز للإعلان للمتفوقين بكل تأكيد أمام زملائهم؟ أنا أذهب دائما اتجاه أنه كيف نستطيع أن نجعل يعني مشاعر أكثر عمقا في اللحظة نفسها ونحافظ فيه على كرامة المتدني ونعطي تحفيز للأعلى. ولذلك ليس مانع أن نعلن قدام الطلاب كلهم أسماء الناجحين، ليش لا؟ بس في نقطة ذكرتها دكتور اللي نتائج متدنية برضو يحتاج يعني مراعاة المشاعر. بلا شك، احنا عندنا مرشد طلابي اصلا هو يعني متخصص وعنده قدرة يداري هذا الموضوع، عنده قدرة ينجح في نفس الموضوع، لكن احنا لماذا لا نكرم؟ لماذا لماذا نعاقب المتفوق بالمتدني؟ يعني احنا الآن خوفنا على ان ما نبغى نجرح مشاعر المتدني فنروح نعاقب المتفوق نسرق منه هذه اللحظة. جيد، وبالتالي لا، لابد ان نشعر متميز بانه متميز طبعا، وانا اشعر كضعيف باني انا ضعيف ولكن لازم الحقه. جيد، لكن ما تحجزني، فلذلك يحتاج الى فن، يحتاج موازنة. ايوه، فن، فن عند المرشد الطلابي في كيفية ادارة واخراج هذه اللحظة. يعني كانها تخيل كأن اللحظة هذه كأنها مسرحية ستتم في نهاية الفصل الدراسي، كيف نخرجها بشكل نحافظ فيها على كرامة الضعيف ونصنع عنده حوافز ونحافظ فيها على التفوق؟ ممكن تكريم المتفوق ممكن يكون حافز للضعيف دكتور، بلا شك. لما يشوفه قدام الطلاب يستلم شهادته بلا شك، إذا بس دون أن يكون هناك عبارات تستنقص من المتدني. إذا كانت هندست اللحظة، هندست اللحظة هندسة نفسية تصنع للطالب ذكرى جميلة وتصنع عند الطالب المتدني إلهاب لمشاعره بأن يكون أفضل. لذلك يجب أن نصنعها بحساسية. جيد، ومع تكريس مبدأ المنافسة أيضا دكتور في هذا الجانب؟ التعليم كله يقوم على مبدأ المثابرة. في نموذج عندنا في التعليم يسمى نموذج دن ودن، ريثا دن ودن كانثا دن، حطوا 12 عامل لعملية التعلم. واحدة من العوامل الأساسية المثابرة، بدون مثابرة يفقد التعليم هدفه، لأنه إحنا الآن محورنا الأساسي في التعليم الحديث هو الطالب، فلابد الطالب يشعر من أول دقيقة في السنة أنه هو في حالة تحدي وفي حالة إنجاز، ولذلك مسابقات والشعور بالتحصيل الدراسي والشعور بالإنجاز شيء مهم جدا يلهب حماس الطالب. تفقد متعتك عندما تتعلم بدون وجود حافز. وايضا يكون التركيز ليس على الاسم انما على المركز. صحيح، بمعنى فلان متفوق لا اركز على اسمه كثيرا بل اركز انه حصل على هذا التفوق، انا اركز على السلوك اللي اوجده هذا التفوق، كيف وصل لهذا المكان. لانه ايضا في جانب الغيره بين الاطفال دكتور، يمكن جانب مهم ايضا، جانب المقارنه ايضا، ربما جوانب حساسه يجب مراعاتها في الـ في الـ في هذا المشهد في صناعه اللحظه. ارجع واقول كلماتنا خطيره. نعم، كلماتنا في المقارنه الظالمه بين الطلاب، كلماتنا في وضع اطار يعجز الطالب احيانا، ولذلك ارجع واتحدث اقول ان السياق اللي احنا نضعه هو الذي يحكم اللحظه. لانه الان اللي بيشوف الفيديو كثير، انا اعرف كثير من المعلمين بيض الله وجيههم من يوم ما يشوفون دكتور مثل هاللقطات، من يوم ما يشوفون طبعا مثل هالامور يكون عندهم اتساع في الخيال، فبالتالي يبغون يطبقون اشياء تحفز الطلاب. لكن ايش هي الركائز اللي تنصح فيها في تطبيق اي نشاط مثل ما شفنا ليكون محفز للطالب؟ يجب انه يكون هناك لنفترض معايير معينه يتبعها المعلم لتتحقق طبعا الاهداف المثاليه من هذه الفكره. ترى اللي موجودين في المقطع تربويين ايضا وكانوا يحملون نفس الفكر اللي عندنا موجود، صح ان الان طورت عندنا مدخلات، بس هم كانوا يعملون شيء معين. تعرف ماذا يفعلون؟ كانوا يسلمون الطلاب كلهم. جيد، أول شيء يتم توزيع الشهادات على الجميع، بعدين يتم تكريم العشر الأوائل أو الخمستعشر الأوائل تكريم خاص، وبالتالي الجميع يشعر بالنجاح ثم يحصل التميز. اليوم اللي نحتاجه إحنا إنه كيف نستطيع أن نحافظ على نفس المشاعر الجميلة هذه الموجودة عند الطلاب. شوف الطالب اللي وراء، شوف اللي وراء إيش اللي يصفق، شوف يصفق لزملائه، نبغى نحافظ هذا الشعور. احنا ليش نتكلم عن نص الكوب الفاضي اللي هو الغيره والحسد بين الطلاب والمقارنات؟ ليش بنحافظ هذا الشعور؟ شوف الشعور، شوف هذا الطالب يسلم على زميله. الان ما زالت نفس الطالب ما زال في داخلنا، نفس الطفل ما زال في داخلنا، احنا يجب ان نوزنها. ولذلك كل ما نحتاجه استاذ الكريم انه كيف نستطيع ان ندرس نفسيه الطفل دراسه جيده ونهندس له لحظه تتناسب مع محتواه. ويمكن ايضا مكافآت اول زمان الهدايا العينيه دكتور، اذا اخذت هديه عينيه من المدرسه دكتور زمان. وانا مره فزت بطقم اقلام قيمته حدود 3 ريال. الله، حلو، لكن حتى الان انا اتذكر ذلك الطقم يلهبني. الله، اتذكر الفرحه فيها. اي والله، فزت بمسابقه حق رسم رغم اني ما اعرف ارسم، خربشت خرابيش كذا، المدرس الله يجزيه كل خير اعطاني من
طقم أقلام وطلب مني أطلع في الإذاعة. على فكرة ما طلعت في الإذاعة في حياتي. لكن لما أعطاني طقم الأقلام كان حافز. الآن أنا موجود معك بعد فضل الله سبحانه وتعالى ثم ذلك المعلم. اسمه يا دكتور إذا تذكر اسمه. أنا أذكر هذا المدرس مدير مدرستنا كان اسمه حسن حمود بشيري. هي. الله يذكره بالخير. الله يذكره بالخير يعني إذا كان حي ويغفر له ويرحمه إذا كان متوفي ويرحمه في كل الأحوال. دكتور بكل تأكيد يعني هذه الرسالة النقية دائما ذكر المعلم ترى عمر جيد ورائع لأنه هذه الجوانب الأبوية اللي تصنع منك شوف تأثير بسيط حيصنع منك أمر كبير في المستقبل. الحديث الآن التكريم المادي خلاص ما عاد يعني نعرف الجيل الآن متشبع طبعا وأصبح الطموح عالي جدا في مسألة القيمة المادية اللي تفرح يمكن مدارس القدرة المادية ما تقدر توفرها بكل تأكيد كمكافآت للطلاب لكن التركيز أنه فعلا ربما تشبع بتقدير المادي لدى الجيل حاليا يعني غير الجيل زمان قلت دكتور أقلام كانت تكفي يعني تصنع فرحة إلى يومك تذكرها صحيح. لكن هذا الأمر يعطي إشارة على أن هناك نقصان في التقدير المعنوي وأنه الآن بقيمة الأهمية بالنسبة للتقدير المادي للجيل السابق بالنسبة للجيل الحالي أتكلم الآن تفضل. اليوم إحنا في جيل شوية رقمي يعني يركز أكثر شيء على هو لغته لغة هذا الجيل لغة مختلفة عن جيلنا الأول. اليوم الجيل هذا قادر أن يصنع من خلال وسائل التواصل الاجتماعي فرحته وبهجته وذلك إحنا اليوم لما نعطي الطالب مثلا شهادة رقمية أو شهادة إلكترونية يجب أن نكون نحن أيضا نساعد أن هذه الشهادة اللي تطلع لا تكون يعني في ثوب قشيب ثوب ملو بهجة جيد نستطيع أن نصنع فيها بهجة هل نستطيع أن نضيف لها صورة للطفل هل نستطيع أن نضيف كلمة مبروك هل نستطيع أن نضيف ورد يطلع كذا نستطيع أن نضيف فقاعات ألوان شيء يجعل الطفل يشعر بالراحة أكثر لماذا نجعل الأنظمة الإلكترونية اللي تعطي للطالب درجاته كأننا نتكلم عن نظام أوريكل لشركة كبرى ليش لا يكون شيء يناسب الطفل وحياة الطفل لماذا بيكونش عندها رسومات وفيها يطلع معنا صوت وهزيج وشكرا لك مبروك وما شاء الله عليك صدقني في هذه الحركات البسيطة قد نصنع أصلا بهجة في حياة الطفل ولذلك عمق هندستنا للحظة ما نضيفه للبعد الإلكتروني سيجعل عندنا طلابنا نجاح أكبر وبالتالي عن البعد الإلكتروني يعني أيضا البيئة اللي كانت تجتمع زمان على أرض الواقع حركيا ليش ما تجتمع إلكترونيا ليش ما نشوف حسابات نشطة في بعض المدارس موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي لكن ليش ما نشوف نشاط بين الطالب معلمة مدرسته في استعراض التجارب أيضا مواقع التواصل تكون تجربة معممة دكتور والاستفادة وكل مدرسة تنافس مع الأخرى يعني تذهب في هذا الاتجاه إحنا الآن في صراع حضاري ما بين يعني إحنا مش مؤمنين بقدرات الطالب الطالب استطاع أن يتجاوز المدرسة وقفز بسرعة أخذ التقنية الحديثة وسائل التواصل الاجتماعي وأصبح صنع عالم افتراضي كامل يجب أن نقتنع الآن أن طلابنا الآن أصبحوا في وسائل التواصل الاجتماعي يؤثرون ويتأثرون نعم إنما إحنا في المدرسة ما زلنا حتى الآن نرى أن كل وسائل التواصل الاجتماعي خطر ونريد أن نقدمها لأبنائنا على حذر جيد ولذلك لما نتكلم عن مدى استخدامنا للتقنية في التعليم والتعلم ومدى استخدامنا في كوسيط يحاكم كما قلت وصناعة عالم افتراضي نحن ما زلنا حتى الآن متأخرين عندنا نوايا طيبة لكن عندنا تخوفات كثيرة يجب أن نصنع مدن افتراضية تعليمية يكون فيها نقاش وحوار والطالب نبغى بلايستيشن يكون تعليمي بمعنى دكتور يعني يدخل الطالب كقرية افتراضية يتعلم فيها ويشوف الصف يلعب فيها ألعاب كشفية ويحس نفسه كأنه يتعلم وينجح ويتميز خطوة بعيدة دكتور تعتقد أنه بإمكان أنه والله نسابق عليها يعني في صناعة هذه المنظومة أسهل مما نتوقع عندما تتغير قناعاتنا عندما ندرك الآن أن الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي والألعاب تؤدي إلى وفاة وانتحار طلابنا وقد تؤدي إلى انحرافات وأمن غير فكري بالتالي صناعة المادة اللي تتناسب مع الطلاب وأيضا تجمع للدكتور في الانتماء للمدرسة تعتقد أيضا غياب التقدير أو التواصل الحسي الكبير بين المدرسة وأيضا الطالب غيب هذا الانتماع نذكر زمان دكتور لما كنا نلعب في منتخب المدرسة أصلا يعني كان مسألة الوصول له كرة القدم المنتخب مدرستك كنت تشارك على مستوى مدارس الرياض والانتماء الكبير ونحترق إذا انهزم على أساس اسم المدرسة الرحلات اللي نطلع ونمثل بها طبعا المدرسة أيضا في مختلف المحافل كنت المعلم يقول لك أنت واجهة لمدرستك زي ما كان هذا الانعكاس لأن تكون واجهة لكل لوطنك بكل تأكيد يعني وتعزيز الروح الوطنية في المدرسة من استخدام هذا الانتماء طبعا للمدرسة عودة للانتماء تحديدا للمدرسة دكتور تعتقد أنه أمر جانب مهم أيضا بلا شك أنه يشعر الطالب أنه هذا مكانه بلا شك لاحظ أنت الآن ذكرت شيء رائع ذكرت كلمة الانتماء واتجهت للانتماء الانتماء هو قيمة يعني عندنا في كل حصة في ثلاثة أهداف هدف معرفي هدف يعني نفس حركي وهدف وجداني أو هدف انفعالي احنا اليوم الغايب عندنا في حصصنا الهدف الوجداني نحن نهمله بالكامل مركزين احنا على الجانب المعرفي على الحفظ والتذكر بينما جانب ان الطالب يستقبل المعلومه يستجيب المعلومه يذوت المعلومه في ذاته تصبح عنده قيمه هذا امر مهم جدا اليوم على مستوى المدارس عندنا نوعين من المدارس في مدارس جاذبه تجذب الطالب للتعلم لذلك الطالب ما يبغى يخرج منها يشعر الطالب من الصباح بدافعيه للتعلم وفي مدارس طارده
المدرسه نفسها طارده، لا انشطه لا برامج، فيها تخويف فيها خوف، فالطالب اصلا من الصباح ندفعه دفع لاتجاه المدرسه، تلقاه وانت مركبه في المدرسه عندك ذهب، هذا مستوى الانتماء عنده اكيد منخفض، والسبب هو انخفاض الجوانب الانفعاليه وتركيزنا عليها في عمليه التعلم. فاي عمليه تعلم في المدرسه عشان نعزز القيم عندنا بعدين في التعلم، بعد المتعه استمتاع بالتعلم، وبعد هو الفائده. الاشكاليه اليوم احنا مركزين على الفائده اكثر من تركيزنا على المتعه. جيد، صار عندنا من كثر تركيزنا على الفائده صرنا الدراسه الان عند الطالب لا ممتع ولا مفيد. يجب ان ننقل عمليه التعلم داخل المدرسه الى شيء ممتع ومفيد، كل شيء نربطه. نوظف ونربط. مثلا نتكلم، انا مره اذكر كمشرف تربوي زرت مدرسه، عشان بس احكي لك قصه سريعه في اقل من نص دقيقه، زرت مدرسه وزرت مدرسه ما وجدت شيء مميز، ما وجدت شيء مميز عشان اشكره، فانا خارج ما في شيء، وشيء اعتيادي كله اعتيادي، شكرت مدير المدرسه وشكرا لك على الحركه التعليميه، وانا خارج مريت بطلاب يلعبون كره قدم في المدرسه نفسها، فلقيت طالب ينادي زميله يا همزه يا همزه يا نون يا نون، استغربت، طلاب اول ابتدائي، فالتفت اذا وجدت الطلاب كل واحد موجود عليه حرف نون كاف عين، فشفت معلم في الزاويه جالس، معلم تربيه رياضيه، جيت عنده قلت له يا اخي انت ايش تسوي؟ قال لي انا ادرس اساعد المعلم اللغه العربيه في اني يحفظون الطلاب الحروف. قلت له كيف؟ قال لي الرياضه بتخليهم يحبوا الحروف. فلاحظ الان المزج ما بين المتعه أكيد والفائده، أكيد هذا اللي يصنع الانتماء. وعاده هذه تجي اجتهادات من المعلمين امانه، ومثل ما ذكرت ويبقى المعلم خالدا، يعني بكل تاكيد انا اليوم اتذكر اكثر من معلم مروا علي عن بقيه المعلمين، بكل تاكيد كان لهم تاثير مباشر من خلال مثل ما ذكرت انه كان هناك حركه ابداعيه وغير اعتياديه تحبب الطلاب في الماده. نتمنى دكتور اكيد انه في النهايه انه تصير هذه التجربه معممه، ما تترك فقط للاجتهادات وصنع الحاله الوجدانيه اللي قاعدين نتحدث عنها، وكانت فقرتنا هذه مخصصه عنها لانه امر مهم جدا، احنا نخاطب ارواح ولا نخاطب الات. بكل تاكيد شكرا لحضورك ضيفي في الاستوديو الدكتور محمد العامري المستشار التعليمي والتربوي. شكرا دكتور. شكرا لكم كل الشكر. شكرا.